بغمزي مني للبابا مثل ما بدي بيصير. أنا غنوجي تبيا، أنا غنوجي تبيا. فجأة ندري شو اللي صار، غنوجي وبدي اختار، أو بتوظف عند الناس أو بشحد عالبوليفار. شو؟ نسيم سكوت. ما تواخذني خواجة فياض، بس بفتكر آن الأوان إنها تعرف الحقيقة. قلت لك سكوت. لمصلحتها ومصلحتنا كلنا إنها تعرف الحقيقة. أنا بقرر هذا الموضوع. واجباتي كمحامي بيا وضح لها ظروفها المادية والقانونية. بيا بيبقى يوضح لها إياهم لما تتحسن صحته. يمكن تطول القصة شهور. قد ما تطول. كنت أكيدة إنكم مخبيين عني شيء. عمو نسيم؟ شو هي ظروفي المادية؟ متر حلاوي. أنت اسكت. شو عم تعمل له إشارة من ورا ظهري؟ فكرني بسيطة بتمرق علي هالأمور؟ إيه هيك كنت مفكرك، بس الظاهر كنت غلطان. عمو نسيم، أنت أكيد قانونياً إنه ما بيحق لي أطرده؟ بس هو بيحق له يطردني. فسر لي شو عم بيصير؟ خواجة فريد متدين مبلغ كبير من خواجة فياض، بالمقابل رهن له المعمل والفيلا. كنت عم تستغل فرصة مرض بابا لتستولي على الفيلا والمعمل. خواجة فياض تصرف بشهامة كبيرة مع بي، صبر علي كثير. خواجة فريد كان رح يشهر إفلاسه قبل ما تصيبه الجلطة. إفلاسه؟ بابا فلس. متر حلاوي، اعتبر انك مطرود، وهالمرة من قبلي انا. خواجة فياض، انا اضطريت الا الحقيقة، كانت مفكري حالها بدها تستلم ادارة المعمل. بابا مزبوط يلي سمعته؟ بليز قلي مش مزبوط، قلي انهم كذابين. بابا انا ما فرانك، لو من نادين كنت مت من الجوع. شو لازم اعمل؟ طاغي. ما تجيب اسمه على لسانك، بكرهه بحياتي، ما كرهت انسان قد ما بكرهه، هو سبب كل بلانا. بلا
الشيطان يجي لعندي. مش فاضي يجي لعندك. مستولى على معملك وقاعد على مكتبك وعم بيعطي اوامر لموظفينك. تاني شدي. وبكره رح ينام بتختك بس يستولي على الفيلا وينزلني على الطريق. واللي بيقهر انه عمو نسيم صفف معه وعم بيدافع له عن حقوقه بدل ما يشوف كيف بده يحمينا. شفت شو ناكر الجميل؟ بابا بكره بس تقوم بالسلامه رح تنتقم منهم كلهم. ما رح خليك تشوفه. بابا ما فيك تعمل شي معه بالوقت الحاضر، رح تعصب على الفاضي والتعصيب بيضرب صحتك. مكتب هندسة و ثاقبت كنت بالبناية بهيدي المكتب اللي تحت عم بشتغل مجلة لأنه قالوا لي في مقال عن الرجيم وبتعرف الرجيم نقطة ضعفي وقلت بطلع بلك هاي. هاي كيفك؟ أنا منيحة. تركت شغلة بشركة الإعلانات لأنه عم ياخد كتير من وقتي وهلأ عم فتش على شغل تايم تا اتسلى تا كانت تا كان تجوزتي؟ ايه لا ما تجوزت. انت عم تسألني اذا تجوزت او اذا بدي اتسلى تا كنت تجوزت؟ لا بعرف انك ما تجوزتي. انا كمان عم تبع لك اخبارك. شو قصدك بكمان انه انا عم تبع لك اخبارك؟ كيف عرفتي اني عم بشتغل هون؟ بالصدفة التقيت بأختك عند الكوافير وقالت لي إنك عم تشتغل بمكتب هندسة. وعطتك العنوان؟ قالت لي اسم الشركة وثاقبت إنها بالبناية اللي فيها المكتب اللي بيشتري منها مجلاتي. تشربي قهوة؟ ما بدي أقول هيك عن شغلك. لا بليز بليز الهيني هلكني هالبروجي وبحاجة ل تايم أوت. حددتي موعد العرس؟ مش قبل صيفية الجاي. اوف لين بعتيها؟ بعدنا عم ندرس اخلاق بعضنا. يعني معقولي ما تتجوزوا؟ مبدئيا متفاهمين على كل شيء، رضوان ما بيرفض لي طلب. يعني مبسوطة معه؟ انت شو اخبارك؟ ما لقيت فيزا بعد على ولا بلد؟ قريبا رح لاقي. لوين؟ فرنسا. منيح فرنسا قريبة ما منخسرك كليا. ما أنت كمان رايحة على السعودية؟ كمان السعودية قريبة. أصلا نحن خسرنا بعضنا وكنا بزيت البلد. أنت شجعتني على هيدا المشروع كرمالك. أنا ما إليك مستقبل معي. معك حق، صار لازم روح. خليكي بعد شوي. متفقين تلاقي أنا وأصحابي على الوحدة نتغدى وصار في 11:30. طيب تبقي طلي كل ما جيتي تشتري مجلة فيها مقال عن الرجال. باي باي. ليش ما فتحت بمفتاحي؟ كيف كان نهارك اليوم بالمعمل؟
مش هيئته كان منيح. مش هيئتك اتغديتي لانه ما جبتيلي معك اكل. قلت ليه سنين مخرج ما عم لاقي محامي يستقبلني بمكتبه ولا انا قادر افتح مكتب. لانه كلكم بدكم تتخرجوا يا محاميه يا اطباء يا مهندسين، كل سنه بيتخرج بالالاف باختصاصات ما لها سوق عمل. مفروض المدارس تراقب وتشوف شو الاختصاصات المطلوبه بالسوق وتوجه تلاميذها. يعني ما عندي امل؟ رح اعمل كل اللي بقدر عليه. ميرسي كثير عزبتك، ناطر اتصالك. انطروا بس ما تنوعد. هاي كيف فتت؟ الباب كان مفتوح. بليز سكر الباب وراك لانه مدير المكتب غايب. وينو عدنان غشار؟ مريض، اتصل فيي وقال حرارته 7. هلا اللي حرارته 7 بيكون مريض؟ ايه عدنان ايه، لانه عادة بتكون حرارته 7 تحت الصفر. يا رب بتصير حرارته 7.5 بلكي بنرتاح منه شي يومين. رحت على السفارة اليوم؟ لا. وشو ناطر ما تبلش بالوراق؟ قلنا جمعة راجعين من قبرص. ما قدرت اخذ فرصة من الشغل قبل ما خلصت البروجي اللي بين ايدي، هلا صار فيي. كنت مستعجل بالاول، هلا مرتاحة وضعك. ما تخافي، ما رح تبقي مرضي نهار واحد زيادة عن اللزوم. على فكرة حزاري مين زارني اليوم؟ رويدة؟ يي كيف عرفتي؟ حزرت. معقول؟ كيف حزرتي؟ شو عم تفتح معي تحقيق؟ حزرت وخلص. بأي مناسبة؟ ثاقبت. مرقت تشتري مجلة من المكتبة اللي بالبناية اللي أنا فيها، طلعت زارتني. كيف عرفت إنه المكتبة بذات البناية؟ التقت بأختي جينا عند الكوافير وقالت لأني عم بشتغل. وعطتها العنوان؟ يي أنا سألتها كمان زيت السؤال بنفس أسلوب السخرية اللي عم تسألي فيه أنت هالسؤال. هي أبعد عم تتبع أخبارك. يي معقول؟ أنا كمان فكرت هيك. خبرتها أنك مجوز؟ لا. ليه ما خبرتها؟ كان لازم خبرها يعني؟ أكيد لا. فإذا ليه منرفزي؟ لأنه خفت تكون خبرتها. ما تخافي، هذا الموضوع ما حدا رح يعرف فيه غير انت وانا ورنا والمريض اللي حرارته 7 يا رب تصير 7.5 بلكي بنرتاح منه شي يومين. شو بعدك واعي؟ صرنا نص ليل. شو اللي مقلقك؟ رنا قلك من الظهر نايمة وصرنا نص ليل. قوليلي شو بكي؟ طيب إذا بدك تضلك نايمة على قليلة قومي اشلحي ثيابك. طيب خليني شلحك سكربينتك. جاي طلع عليك قبل ما فل، خلص دوامة. لا ما حدا اتصل فيك. انت انت بدك تحكي مع حدا؟ كيف بدك تحكي؟ انت انا كيف بدي اعرف شو بدك تقول؟ انت طيب جرب جرب. شو الرقم؟ 5 0 رقم سلولار. ايه وبعدين ما علي بدك وقت تقدر تركز. اوكي بس تجي مدموزيل رنا بكون هي مع الرقم بتعرفه. ما بتعرف؟ ما بدك اياها تعرف. طارق تالت؟ طارق بعتقد عم بيقلك طارق. بعتقد انه خلصت مهمتي.
البرنسيس عرفت الحقيقة وبالطريقة الغلط، أكيد خبرتك. شو عامل بالمعمل يا فريد؟ كنت هامله كتير، الفوضى ضربت نابه. هامل أشغالي وعم داوم كل يوم تنظم الأمور. أنا مستقري. طمن بالك البرنسيس ما رح تعوش فيه، بس بصراحة ما بسترجي شوفه هلأ. تركها تروق وتستوعب الظرف أحسن ما روح أقواس. بالمناسبة عندك بوريد أو فرودة بالبيت؟ طمنتني. بس أنا مستقري. ما معها أبداً؟ أوكي، ما تعتل هم شي، أنت اهتم بصحتك وركز على الفيزيوثيرابي وكل مصاريف مدفوعة رح زيدهم على حسابك. رنا قومي بقى، إلك 24 ساعة نايمة. إذا مريضة تجيب لك حكيم. على القليلة خليني شرحك سكربينتك. ما عنده خبرة بس مخرج بدرجة جيد جدا وعامل ستاج بعدة مكاتب محاماه. ما بهمك الموضوع. لا لا ابدا ابدا، ميرسي كثير. قال مين؟ صباح المطربة. صباح رنا، منيحة، كيفك انت رنا؟ شو بها؟ ايه وشو الجديد بالخبرية؟ ما كل عمرها تنام 24 ساعة، كل عمرها تنبلت نوم. طيب يلا جاي، باي. قومي ولي تنبل. تركيني، ما بدي اوعى. لأنت بدك تضلك نايمة؟ عطول. قومي يلا تركي شغلي وجاية. ما لازم تتركي شغلي، فلي ورجعي بعد سنة. صباح عطيها فنجان قهوة. يلا قومي، تعذبت وجيت، مش رح روح وارجع اجي. وحدي مزعجة. شو بكي؟ بيني كل شيء. دنيا سوداء بوجهي. لو بعرف كيف بينتحروا كنت انتحرت. ايه مش مشكلة، في مليون طريقة، بكره بعلمك. دخيلك ما بقى تبكي، ما عندنا كلينكس. نادين بابا مفلس. شو؟ ورهن المعمل والفيلا لطارق فياض. طارق فياض؟ متضايقن منه مصاري كتير وما قادر يرد له اياهم، استولى على كل شيء. معقول؟ انا صرت فقيرة، ما بقى املك شيء. من هيك ما حدا من اصحابكم وقرايبكم عم يقبل يدينكم مصاري، تيري عارفين وضع بيك المادي. بس هيدا كل شي بتملكوه؟ ما كان عندكم اراضي وبنايات واسهم؟ هيك قالوا زمان عم يخسر بالبورس وبيع كل شي. عن جد كارثه، منيح اللي ما بتعرفي تنتحري. يلا يلا قومي خدي دوش بغيري تسابك لنروح نتغدى برا. فيقتيني، كنت ناسي اني جوعانه. ولو صباح؟ كيف تتركيني نايمة بسكربينتي؟ بدي اروح لعندها هيدي، بلكي ضربتني على راسي بكعب سكربيني وفدغتني. هي بالحالات الطبيعية عصبية وخوتة، كيف بهالحالة؟ حدا بيروح تيعمل منيح بيتبهدل؟ مضطر انا اتبهدل؟ خليها لبكرة بتكون رأيت اكتر، مش رح تموت من الجوع من هلأ لبكرة.
اوكي سمير باي. صرت احكي مع حالي مثل مجانين من وراها. لا رجعت احكي مع حالي. ما عنده خبرة بس مخرج بدرجة جيد جدا وعامل ستاج بعدة مكاتب محاماة. اه بهمك الامر؟ امتى فيك تعطيه موعد؟ كتير منيح، بكرة الساعة 11 بيكون عندك. ميرسي كتير. بونجور، وجهك خير علي. تغديتي؟ ايه، مع رنا. عم عرفها على أصناف أكل جديدة مش سامعة فيها، اليوم مثلا أكلنا فول مدمس. حبته؟ ما بتعرف، تبقطتن المعترة على قد ما كانت منهارة، يا حرام، تصور، طلع بيا مفلس على آخر قرش. صحيح؟ يعني إحساسي كان بمحله؟ لو بغير إشي بيكون إحساسك بمحله. شو قصدك؟ ماشي عم لوبش. هو وصل حاله لهون، أنا ما خبرتها لرنا حتى ما تخاف، بس سمعت إنه خسر بالقمار بليلة وحدة مليون دولار. شو؟ وليه ما خبرتنا إلي؟ حتى ما تروح تخبري رنا. يلا اللي بيشوف مصيبة غيره بتهون عليه مصيبته. لمين عنده مصيبة؟ أنا ويمكن أنت. بكل الأحوال هذا الشيء بيرجع لك إذا رح تعتبريها مصيبة أو لا. رحت على السفارة اليوم؟ بعدني جاي من هونيك. ما اعترفوا بزواجنا؟ هيدي بتعتبريها مصيبة؟ بالنسبة إلك؟ بلا اعترفوا بزواجنا بس ما تقلي قشطوني الجنسية بس عرفوا انك جوزي. لا ما قشطوكي جنسية بس عرفوا اني جوزك. لكن وين المصيبة؟ ما عم تتركيني مجال حتى اقلك شو المصيبة. تركت لك مجال وما قلت لي بدكيني انا اترك مكتبي وانزل على السفارة وانطر 3-4 ساعات لاقدم لك طلب؟ انا لا هني بدهم. انا ما صدقت انت خلصت من عجقة السفارات وبهدلة السفارات ونطرة السفارات. شفت ملا مصيب. يلا عريت ستي اللي شرب البحر ما بيخص بالساقي. يرحم تراب انا ستك شو كانت بنت حلال وحكيمة. والله يخلي لي هيك انت يا احلى بنت بالكون. بدنا نجيب مصاري، رح بيع سيارتي واشتري سيارة أرخص، بورش مثلاً، وبفرق المصريات منعيش. يا ريت. هلا رايحة على الشركة، باي. توقيتك صح، لو سبقتي 5 دقايق ما كنت لقيتيني، مش نفوت على مكتبي. مش قادرة أفشخه ولا فشخة. ليه عاملة كتير سبور؟ أنا ميلي بسبور. وليه مش قادرة تتحركي؟ جاي لعندك أوتوستوب. كمان بطل معك بنزين؟ بطل معي السيارة. شو؟ بابا مش دافع إلا دفعتين من حق السيارة. قشطوني إياها. وينو عدنان؟ مريض، بس تحسنت حالته اليوم، صارت حرارته 6. عم في مين يعملنا نسكافيه؟ بلا انت. انا اعمل نسكافيه؟ ايه وشو ناقصك؟ شو بيعرفني كيف بيعملوا؟ هالقد بدها؟ بتسخن المي بتحط بالكباية حليب وسكر ونسكافيه بتحط المي فوقهم وبتحركيهم. اف كل هول؟ وشو بيعرفني قد ايه بدي سكر ومي ونسكافيه؟ حطي قد ما بدك. وشو عرفني قد ايه بدي؟ اوكي خلص بلا نسكافيه. اصلا جوعانه. مش نروح نتغدى برا. تخيلك ما قلي جلادي امشي. خلينا نطلب دليفري لهون. مش ملاحظه اني عم وفر عليكي عشاء؟ كل ليله تقريبا عم بظهر مع واحد. اليوم عزمني رقم دوس. دخلك اي رقم 12؟ ما هون المشكله، ناسي اسمه.
حبيتها حلوه ولا بجرب الجاكيت السوداء؟ هلا جربتيها وما حبيتيها، البسي الجاكيت الرمادية. بجربها اوليك، بلكي ما بحب اللون الرمادي. اذا ما بتحبيه لشو اشتريتيها؟ مزبوط، لو ما حبيتها ما كنت اشتريتها. دكور لابسي اياها. ميرسي صباح، عم عزفك معي. اكيد سمعت غلط. شو قلتي؟ عم قلك ميرسي. يا تعتيري، اكيد عامله حمي وعم بتطهجي. هات لشوف. لا ما بكي شيء. ليه متفاجئه؟ ما انا على طول بقول لك ميرسي. انت بتقولي ميرسي؟ هي اول مره بسمعها منك. انت انساني مخلصه صباح، لو الماما كانت موجوده ما كانت عملتني مثل ما انت عملتيني. ايه بس انا مش كبيره قد امك. بس عطفك وحنانك عقد عطفه وحنانه. اكيد بدك تكحتيني انت عم تعملي لي كل هالمقدمه. من مصلحتك اني اكحتك. ما بعرف اذا رح اقدر ادفع لك معاشك، ما بعرف حتى اذا رح اقدر طعميكي. من حقك تفتشي على شغل تاني. انا ربيت بهالبيت، انت وبيك عائلتي بالسراء والضراء، ما رح اتركك بهالظروف. ويسواني ما يسواك. ميرسي ديو، كنت خايفه تفلي. ميرسي بوكو بوكو صباح. بابا رح يكون محتاج لك بس يطلع من المستشفى، يمكن اكثر مني. يلا صباح شو ناطره؟ جيبي لي سكربينتي، افشو بليدي. مع مين الموعد الليلة؟ مع نيميرو دوز. شو رح تتعشوا؟ شينوا. رح هرب لك اكل مثل العاده، بقول له للبساني. فضل الاكل الطبياني على الصيني. داكور، اذا مش حاجز بقول له بدي روح على ريستوران ايطاليا. هيدا اكيد هو زلف تحيله. بونسوار، دموزيل رنا موجودة؟ نعم، تفضل. حضرتك رقم 12؟ عفوا؟ قصدي ما قصدي شيء، تفضل، خمس دقايق وبتكون مادموزيل رنا جاهزة. جاهزة لشو؟ عفوا؟ قصدك تتستقبلني؟ ليه مش ضاهرين؟ مش عالمة انه ضهرين. مش رايحين تاكلوا اكل صيني او طلياني؟ هيتك مغلطة بالرقم. انت؟ ما تقولي لي هيدا هيداك. انا اقول وين شايفتك قبل هلا. شفتي ليلة اللي بابا عمل جلطه؟ يا تعتيري، إذا فكرك جاي تزتني على الطريق بنص الليل بكون غلطان. أنا مش منهزي من هون قبل الصبح. أي صبح؟ أصبعت شهر بتاريخ اليوم الصبح. إيه أنا قصدي هيداك الصبح. مش جاي زتك برا لا بكرة الصبح ولا بعد شهر الصبح. لكن أي متى؟ طمني بالك، ما رح طلعك من بيتك. وشو بدك بالمقابل؟ رضاكي. غيره بس. شو جاي تعمل هون؟ بشرب فنجان قهوة مرة هيدا إذا في عندكم بن. وليه ما بده يكون عنا بن؟ عرفت إنه وضعك المادي مش ولا بد. غلطان، وضعي المادي ولا بد ونص. صباح عملي له فنجان قهوة. لشو القهوة؟ بتضرك بالليل. صباح جيبي له عصير. تذكرت، ما عندي وقت ضيفك شي لأني مستعجلة. يعني ما عندك مشكلة مادية؟ ما بعرف كيف اجت هالفكرة على راسك. لأنه كنت جاي أعطيكي شيك ب 10,000 دولار. خلي مصرياتك لإلك، مش عايزين دينك. بلا عايزين. صباح مزبوط، مش عايزين. هيدا مش أحسن. أنا وبيك متفقين إنه ما بيهمني على شو متفقين أنت وبابا. هيدا شي بينك وبينه وهو مش موجود تيكذبك. يعني ما بدك الشك. ما بدي شي منك إلا أنك تفل وما عود شوفك بحياتي. وهيدا بأي بنك بيصرفوه؟ نكتي مهضومة، كنت ضحكتلها لو مني مستعجلة. فإذا ما رح أخرك. كلك ذوق. Thank you.
$50,000 تدفعي مصاريف البيت المستعجلة. من وين بدي لأني جبتون؟ اخترعي لها شغزبة وهيدا كارتي، إذا عزت شي اتكلي فيي. الله يخليك ويرد عنك ويحميك لشبابك. مع السلامة. كان بعد ناقص يعرض علينا مصاري كأننا شحادين. عجبك شو وقع؟ سمحتني؟ أكيد سمحتني ولا ما كنت بعت وراي. كل الموظفين عطوني حق لأني قلت لها الحقيقة. ما حدا منهم متقبل تدور له شغله بنت صغيرة مدللة طولها متر وثلاثة وسبعين سنتي. ما بنصحك تخلي فريد بركات يشوفك بعد ما يشفى. حسب ما فهمت منه إنه ناوي يقصل لك لسانك. ما كانت رح تعرف عاجلا أم آجلا. ما كان في لزوم تعرف، لأنه لو فريد ما عمل جلطة كان رح يستلم المعمل مثل العادي ويرد لي مصرياتي بالتقسيط. هيك كان الاتفاق بيناتنا ليلة اللي عمل فيها جلطة. لكن لا يعمل جلطة. الانفعال الإيجابي كمان ممكن يسبب جلطة. بس ما هو قال لي خسر كل شيء قبل بساعتين من موعده معك، وكان رح يتنزل لك عن المعمل والفيلا. ما طواني ضميري قشطه معمله وبيته. المعمل إمكانياته كبيرة وممكن يعمل بالسنة $1,000,000 أرباح صافية إذا طورناه وجددنا مكاناته، وممكن يعمل أكتر بكتير إذا فتحنا سوق على البلدان العربية. عملت دراسة ولقيت إنه ممكن رجع مصرياتي بأسوأ الاحتمالات بعد 4 سنين مع الفايدة إذا بياخد 60% من الإنتاج، وهيك كده بيكون مرتاح. فإذا وين المشكلة؟ إذا 40% من مردود المعمل رح يكون للخواجة فريد. المشكلة ببنته، مش عم تقبل تسمعني وبيا مش قادر يفهمها. أنا بفهمها. منشان هيك بعت وراك. مبارح جربت أعطيها $10,000 على حساب رفضتهم، مع إنها مفلسة على آخر قرش. ما كنت متخيل إنه ممكن أنعجب بأي ناحية من شخصيتها، بس عجبني فيها عزة نفسها. ما بيعجبك شكلها وقامتها؟ أنا عم بحكي عن شخصيتها. شكلها من الأول عجبني. هلأ رايح لعندها، إن شاء الله تستقبل بالإذن. يكون بعلمك مش مستعدة أنطر أكثر من ساعة. إلي من الساعة 5 حتى أخذت رقم 4. رقم 1 فات، باقي 2 قبلنا. روق نادين. انت ما بتعرف انه انا مبوعة قبل الظهر؟ بلا ستنا، بس اللي جاي يقول لك اياه مهم كثير وما بيحمل نطرة. انتبه على حالك، بس كون مش شبعانه نوم ببقى معصبه اكثر من العاده. لا لا، ان شاء الله اللي راح اقوله بيروقك وبيطمن لك بالك. وحيكون بيعتك طارق فياض؟ لا شو بعتني، بس الموضوع بخصه. لكن ما بدي اسمعه. الموضوع لصالحي. ما في موضوع بيتعلق بطارق فياض بيكون لصالحي. صدقيني انك ظلمتي لهالانسان. عم بتدافع عنه بعد كل اللي عمله فينا؟ ما عمل شيء، بعده كل شيء مثل ما كان. شو هو اللي بعده مثل ما كان؟ الإفلاس ولا البهدلة والجرسة؟ ما في إفلاس، قصدي كان في إفلاس، بس الخواجة فياض لأنه شهم وكريم رد المعمل للخواجة فريد ورح ياخد 60% من المردود تيستر. يعني المعمل بعده لإلنا؟ إيه، هذا اللي كان عم بجرب يفهمك إياه، بس أنت ما قبلتي تسمعي. آه، هيها على الحساب مش هو بيعتك؟ بدو اياك تقنعني انه المبلغ اللي كان عم بيقدم لي اياه مش حسين. لانه مش حسين. بابا بلسانه قال لي انه مفلسين. مش بلسانه، بايديه، بدموعه. لانه قانونيا انتم مفلسين، بس الخواجه فياض تجاوز القانون مع انه لصالحه ورد لكم المعمل والفيلا. افترض لو هالشي صحيح،
بضل اسمه حسين. ما هو بهمه يرجع له حقه، ورح يرجع له حقه بالتقسيط، وانتو ما بتكونوا خسرتوا كل شيء، ولا يموت الدين ولا يفنى الغنم. مش مصدقتك ولا مصدقته، اكيد متعب وضميره بده يريحه بكم الف دولار، بس مش رح ريح له ضميره على حساب كرامتي. لو بدي موت من الجوع ما بقبل منه مصاري. يا آني سارانا، بشو بدي احلف لك تتصدق اني ما عم بكذب؟ كيف بدي اوثق فيك من بعد ما طلعت انسان ناكر للجميل وبلا اصل؟ من وقت ما مرت بابا واكيد كنت عارف انه مفلس، تغيرت وصرت عم بتدافع عن مصالحه لطارق فياض على حساب مصالحنا. مبروك عليك طارق فياض، بس انتبه ما يعمل فيك مثل ما عمل ببابا. مع السلامة. وحياة معزتنا. معزتك لوحدك، أنا بطلت عزك بالمرة. طيب وحياة معزتي أنا لإلك، إني ما كنت عارف. سأل استفسر قبل ما تورطني هالورطة وتسفرني على قبرص على أساس بدنا نتجوز زواج صوري. ما إجا على راسي رح يطلبوا مني هيك طلب. من بكرة بتبلش بمعاملات الطلاق. شو بدي أعمل لك؟ جربت ساعدك وما زبطت، قدرك تعيش بلبنان. بليز خلينا نفكر بوعي وبمنطق. بوعي وبمنطق عم بقول لك، من بكرة بتبلش بمعاملات الطلاق. ماشي نروح نتغدى هيك نحكي ونفكر. والله إيه، روح اتغدى لوحدك، أنا رايحة على مكتبي. مكتبك بركي فات عليك شي حرامي. ما تخليني فش خلقي فيكي، وصلي معي لهون. لو بتشوفي انا لوين وصلي معي. قولي لي ما لورت ورطت حالي فيها. هيدا الزلمه بدي سميه من يوم ورايح الغراب، لانه ما شفت على وجهه الا البلا. بيكون الواحد عم يعمل منيح تطلع بالاخر براسه. من كل عقله جاي يقنعني انه بطلنا مفلسين، مع انه هو بذاته خبرني انه نحن مفلسين. صحيح انه الحب ما قتل، بده يريح ضميره على حسابي ويعطيني مصاري كاني شي شحاده. فكرت انه القصه قصه وراق، صفيت لا، لازم نعيش مع بعض بذات البيت. بفضل اشتغل ولا اشحد منه. خلص قررت اشتغل. شو؟ لازم تعيشي معه بذات البيت؟ انت بدك تشتغلي؟ لا، الامور زادت عن حدها، وعتقبلي وعتتكل علي يدبر لك شغل، انا ما بحط ايدي تحت بلاطتك. وين مفكرك عايشه مسيو شادي؟ بباغي؟ لا عندك خبره ولا عندك شهاده. اذا عشتوا مع بعضكم تنفضح القصه قدام الناس. ناس كافيه ما بتعرفي تعملي، وبيعرفوا فيكي اهلك وبتقوم عليكي القيامه. ما بتعرفي الا تعملي شوبينج وتنامي. ما بيحق له ابدا بمستقبلك كرمال مصلحته. مش مستعده انزع صيتي كرمال مصلحتك. لو شو بتحكي؟ افشو سارة. مشغول؟ لا عم باكل. فوتي. كنتي بالمكتبة؟ ايه، بس ما كنت رح اجي لعندك، بس شفتك على المدخل عيطت لك، كنت طلعت بالاسانسير، حسيتك مهموم وزعلان وجيت اشوف اذا بك شيء. احساسك صح مثل العادة، كل عمرك تفهميني. شو بك؟ مش هيدا رح تزبط قصة فيزا فرنسا. ما عطوك فيزا على فرنسا؟ هيك شيء. مش ماشي حالك بالشغل هون؟ طموحي أكبر من هيك. ما بحب شوفك زعلان. وأنا كمان ما بحب شوف حالي زعلان، بس الزعل جزء من الحياة، ما هيك؟ ومنروح نتغدى، أنا عزمتك على الغدا، هيك بتغير جو بتنتهي على الموضوع اللي مزعلك. جملة مفيدة من أولها لآخرها، وخاصة بالشق اللي بتقولي فيه إنك عزمتيني. يعني مفلس. ما صدقتني، اعتبرتني عم بكذب تدافع عن مصاري. شو ما قولتكم مصلحتي؟ قال بدك تريح ضميرك على حساب كرامتك. غريبة من نوعها هالبنت، مش مارق علي شخصية مثلها. هي حرة، بس صير بيا يقدر يفهمها بفهمها. ومن هلا لوقتها بتركها تموت من الجوع؟ شو بتساعدها بالقوة؟ صار لازم روح على مكتبي، بتريد مني شيء؟ لا. يعطيك العافية. لازمك ترويض.
لاقي لي شغل. شغل شو؟ ما بتعرفي تعملي شيء؟ بتعلم. ما بدي ضل عايشة على حبيك. بالاول قبلت لانه فكرتها فترة وبتمرق، وبكرة بس صح بابا برجع برد لك كل ديونك، بس هلا تغير الوضع. شو بدك تشتغلي؟ حيلا شيء، مديرة بنك، سفيرة، وزيرة خارجية. نكتة مهضومة، بس خليكي بالجد. عم بحكي جد؟ ولك صانعة ما فيها شغلك، لأنه لا بتعرفي لا تغسلي ولا تجلي ولا تكنسي. بدي شغل يليق بمستوي الاجتماعي. الشغل اللي بيليق بمستواك الاجتماعي أعلى بكتير من مستوى عقليتك. إنه شو بدل الواحد يكون مدير بنك؟ حط لي مصاري بحسابي بحط له، سحب لي مصاري من حسابي بسحب له، كتير هينة. هلا هيدي هي شغلة مدير البنك؟ ولازم يتأكد من رقم الحساب لحتى يعرف إنه هذا زبون فعلا عنده حساب بالبنك، بلكي كان عم بيسرقه. شفتي؟ ماني حمارة قد ما مفكرتيني. أكيد منك حمارة، الحمار على القليل بيعرف حدوده وما بيدعي إنه حصان. طيب حيلا شي، وزيرة خارجية، أنا بعرف ثلاث لغات، فرنسي، إنجلش، عربي، إيطاليانو، ومظهري تغير شيك إذا بدي أقابل أجانب، وبعطي صورة حلوة عن لبنان. إيه، بدك تنطري تتسجل الحكومة ويشكلوا حكومة جديدة. لا ما فيي أنطر. ولك انزلي على الأرض. بتكوني مشنصة إذا قلت لك شي وظيفة فاندرز بشي بوتيك. أعطيتيني فكرة بتجنن. شو هي؟ شو رأيك أنا أفتح بوتيك وبيع تيابي؟ عن جد أعطيتك فكرة بتجنن. تيابك ما بيفتحوا بس بوتيك، بيفتحوا معمل. وفي تياب لبستهم لبسة وحدة، بس كلهم سينيه. أكيد لبستيهم لبسة وحدة، ولا مرة شفتك بزيت القطعة مرتين. بخلي عندي كم قطعة والباقي ببيعوا بنص حقه. بربع حقهم. تيكون مستوى قدرة الناس العاديين اللي مثلي. ايه بس وين بدي افتح محل؟ تستأجري محل يكون ديكورو جاهز وبس يخلصوا التياب. بيكون صار معك رسمال وبتشتري تياب جديدة. اوكي خلص، صار عندي بوتيك. شو بدي اسميه؟